في كل ثماني تهم هم صرفوا 9 مليارات دولار. إذن هذا يعني أنهم سيصرفون 10 تريليونات دولار لتوجيه هذه الاتهام. الأمر أخرق. هم يريدون أن يتخلصوا مني، وأنا كنت أذهب عادة إلى المتاجر، وكان هناك الكثير من المنتجات، وأنا أحب مثلا أن أشتري منتجين ويكون هناك فتح لرفوف، وكنت أتساءل كيف يمكن جني الأموال بهذه الطريقة. وعندما يسرق متجر ما يجب أن يتم القسوة على السارقين. كامالا هاريس بدأت هذا. عندما يسرق متجر ولا تكون السرقة بأكثر من 800 دولار فلا بأس بذلك، هذا ما تريده كامالا هاريس. ولا يكون هناك تسجيل أي تهمة عندما لا تتعدى الأموال المسروقة 1000 دولار. هي مجنونة وخرقاء، هي التي وضعت هذه التشريعات وهذه الأشياء. على فكرة نحن أداؤنا أفضل في الوقت الحالي من الأداء الذي كان لدينا في 2016، ونحن كنا قد حصلنا على ملايين من الأصوات قبل أن تزور النتائج. وما كان هناك رغبة في أن نقول عيد ميلاد سعيد، وهي كانت قد وصفت بأنها أكثر فشلاً في إدارة الحدود تاريخياً. كامالا هاريس وما فعلته في سان فرانسيسكو بأفكارها المتطرفة اليسارية، هذا لا ينتمي للولايات المتحدة الأمريكية، وفكرها لا ينتمي للبيت الأبيض. في نوفمبر جورجيا ستلقن كامالا هاريس درساً، وهو أنه لن نجعل بلدنا اشتراكياً ولا شيوعياً. هم أثبتوا أنني كنت محقاً، لن يكون هناك بلد اشتراكي هنا. أنا قلت هذا في خطاب حالة الاتحاد، قلت إنه لا يمكن السماح بأن تتحول دولتنا إلى دولة شيوعية أو اشتراكية. وبطبيعة الحال العالم الاشتراكي ليس سيئا، لكن العالم الشيوعي هو أسوأ بكثير. الآن مع بايدن، هل سيذهب لحضور المؤتمر الوطني الديمقراطي؟ هذا سؤال كبير. وسؤال آخر هو بعد أن انتزعوا منه رئاسته لهذه الحملة الديمقراطية، ما رأيكم حول خطابه؟ ما رأيكم في انتزاع الاشتراكية؟ ما رأيكم في من انتزع منه رئاسته للحزب الديمقراطي؟ إنهم أعداء للديمقراطية. كانوا يقولون عني أنني عدو للديمقراطية، تهديد للديمقراطية. قالوا ذلك لمدة 8 سنوات، والحقيقة هي أنني منقذ الديمقراطية. هم الذين يمثلون تهديدا للديمقراطية. شكرا. هذا جميل ولطيف. شكرا. الآن نحن ننقذ الديمقراطية. سأستخدم هذه العبارة. أنا دائما أبتكر أشياء جيدة وسأنقذ الديمقراطية. بعض الجمل يتجاوب معها بشكل رائع، وأنا كنت أستخدم بعض العبارات التي أصبحت شائعة. أولئك الفتيات من إيطاليا
التي ضربت من شخص ولم تعرف ما الذي حدث من ذلك الملاكم. كان رجلا ملاكما جيدا ولم تفهم ما حصل لها، وبعد ضربتين قالت أنا خارج النزال. والوزن مهم، تخيلوا أنهم يضعون الملاكمة على الميزان. على فكرة السيدة الأولى تكره ما أفعله وتقول إن هذا ليس رئاسيا، ولكنني أجبتها وقلت لها الناس يحبون هذا، وبعض النساء الآن قد لا يحبون هذه الطريقة. لذلك سيدتنا الأولى قالت إن الخطاب كان رائعا، لكن حديثك عن وزن الملاكمين لم يكن أنيقا، ولكنني قلت إن هذا يروق للناس، وأنا حذر لأن الإعلاميين هم أكثر الناس من حيث عدم الصدق في العالم. كان معي في 2014 وكان قال إن هذا الشخص سيكون رئيساً رائعاً، وكان هذا الرجل قد أقنعني بأن أخذ الانتخابات في 2016، وكان الكثيرون يقولون إن ترامب يجب أن يأخذ الانتخابات. تتذكرون رومني وبول كان أخذ الانتخابات، يا لها من توليفة. انظروا إلى ما يحدث في حدودنا، كان هناك بول راين ورومني، يا له من فريق. الاختيار الذي تقومونه في هذه الانتخابات هو حاسم. هناك يمين، هناك يسار راديكالي، وهناك إعلام زائف زائف زائف، في حين أن هناك رئيس سيكافح ويكافح ويكافح من أجل أمريكا. نعم سأكافح. بالمناسبة هناك عناصر أمن يمنعون البعض من الدخول إلى هذه القاعة، وأقول لهم دعوا الناس يدخلون، هناك مئات خارج القاعة لا يسمح لهم بالدخول، دعوهم يدخلون. حتما هذه مدرسة مارجوري الليبرالية، دعوهم يدخلون، فهناك بعض المقاعد الفارغة. هناك أكثر من 1000 شخص لم يتركهم يدخلون، يفعلون هذا فقط ليظهروا أننا لسنا ناجحين. كمالا هاريس مجرد أن تفتح فمها، وهيلاري كلينتون كانت تفعل شيء نفسها. أنا أحب فقط الأشخاص الذين يحبونني، هل هذا منطقي؟ وهؤلاء الأشخاص الذين يهتفون هنا يحبونني، أليس كذلك؟ هيلاري كانت تفعل هذا دائما. يبدو أن كامالا هاريس أخذت هذه الفكرة واستلهمتها من هيلاري. كان هناك اختيار لقاعة أصغر وتكون ممتلئة، لكن قاعتنا هي أكبر. في نيوجيرسي كان هناك نحو 170,000، في ألاباما 60,000 شخص، وفي ألاباما 82,000 شخص ملأوا كل المكان. كذلك كان هناك في نيويورك مكان صعب، لكن كان هناك 25,000 شخص. كان الأمر
بمثابة تعبير عن الحب، لكن نحن نتذكر ما كانت تفعله هيلاري. كان يحضر عندها 25,000 وكان الناس ينفضون من حولها. الناس يأتون. من الذي كان معها من العناصر المسلية؟ بالمناسبة الترفيه والتسلية وممثل الترفيه والتسلية حتى هم لم يجدوا مكانا لهم معها. هل كانت هيلاري جميلة عندما كنت أنافسها؟ كانت تقول انظروا إلى الكلمات التي يستخدمها، هو سيبدأ حروبا. والذي أثبته أنني بالعكس قضيت على داعش وكنت أول رئيس منذ 8 سنوات لم يخوض أي حروب. وهيلاري كانت في خضم أزمة من التزييف. لست أحب حاكمكم، لكنها كانت مع حاكمكم لاري وجورج كاسكا وألفن براغ لنيويورك، القاضي الذي طاردني ولحقني. وهذا فقط لأن المدعي العام لسان فرانسيسكو يريد أن يواصل السماح للمهاجرين غير شرعيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون احتجاز القتلة والمجرمين. غافن نيوسكام هو أسوأ، وهو دمر سان فرانسيسكو وكاليفورنيا. والمدعي العام أظهر بأن هناك اغتصابا للمهاجرين غير الشرعيين وقتل، وهناك في القضاء من اعتبر أنه لا يجب أن نحاكم المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين، سواء المغتصبين أو المجرمين أو القتلة. ورأيتم ما الذي حدث عندما يتم إطلاق سراح القتلة والمغتصبين والقول إنه لا يجب إيقاف هؤلاء، وهذا يعني الدفاع عنهم. وفي الوقت نفسه يقال بطريقة أخرى اتركوا الغوغاء يواصلون عنفهم، نحن نحب ما يفعلونه وما يمثلونه. هذا أمر أخرق ولا يعقل، وهو ما يدافع عنه الإعلام الزائف وما كانت تحدثت عنه مارغريت تاتشر. قبل 4 أشهر كان يقال عن كامالا هاريس أشياء شنيعة، والآن يقولون إنها شخصية رائعة. هي ستدمر بلدنا، انظروا إليها. هي في السنوات القليلة الماضية كانت تدفع بتشريعات وقوانين لنزع الحماية والحصانة والتمويل من الشرطة وجعلهم يفقدون تقاعدهم وحياتهم. هي ستدمر شرطتنا. أنا كان لدي دعم لكل الجمعيات الشرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا جميع هذه الجمعيات الشرطية. وعندما أكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مجددا، لن ننزع التمويل أبدا من الشرطة، بل سنزيد تمويلهم. سأقدم دائما قوات إنفاذ القانون الموارد اللازمة والاحترام الملائم الذي يستحقونه، عكس أولئك الماركسيين الذين يريدون نزع تمويلهم. وكان هناك اسم مرح، ويلي براون، وهو يعرف أكثر من أي شخص آخر عنها. يمكن أن يخبركم قصصا لن ترغبوا في سماعها. على غرار باقي الماركسيين، كامالا تدعم
أن يتواصل اعتقال المجرمين من المهجرين غير الشرعيين، وهذا يعني أنهم سيكررون جريمتهم ويقتلون ويرتكبون المزيد من الجرائم، وحاكمكم هنا يجب أن يفعل شيئاً إزاء هذا الأمر. قبل بضعة أسابيع هناك فتى قتل وآخر أطلق عليه النار في منزله في أتلانتا ساوث هاوس، وكان هناك امرأة عمرها 62 عاما أطلق عليه النار في رأسها في وضح النهار في بيتشتري سنتر ماركس بيتشتري، والمهاجم ذهب إلى السجن مرات عدة وقام بإطلاق النار مرات عديدة، وعندما كنت رئيسا كانت الأمور مختلفة، ولكن بعد ذلك زادت وتضاعفت أعداد القتل وجرائم القتل وكذلك السرقة والنهب والسلب، وقيل لتلك المرأة زوجك قتل في وضح النهار في الشارع، وحدث هناك ارتفاع ب 43% من الجرائم منذ أن تركت البيت الأبيض، وكذلك زاد عدد حالات الاغتصاب والسلب والنهب. في نهاية الأسبوع في 4 يوليو كان هناك أكثر من 100 شخص أطلق عليهم النار. لا أتحدث عن فقط أشخاص وجه إليهم السلاح، وإنما 117 شخصا أطلق عليهم النار، منهم 17 قتلوا وتوفوا، وهناك آخرون سيظلون في عاهات مستديمة، الكثير منهم تعرض للشلل. أحد يتحدث عن هذا الموضوع. لذلك 117 شخصا أطلق عليهم النار، 17 منهم ماتوا. إذا فازت كامالا هاريس سيكون هناك الموت والفوضى في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، أما نحن سيكون لدينا العكس. الأمر منوط بعمدات المدن والحكام، ومينيابوليس كانت مليئة بالجرائم. وتذكروا ما قاله أحدهم: هذه احتجاجات ودية. وبعد ذلك كانت خلفهم المدينة برمتها. إذن استمعنا إلى جانب من كلمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية جورجيا.